أهلا وسهلا بمشاهدينا في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هعلمكم حاجة جديدة في عالم الكمبيوتر بتاعنا. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا، وهو بكل بساطة ازاي تضغط حجم الفيديوز اللي عندك. يعني انا مثلا في قدام فايل من الفيديوهات، في فيديو مساحته نص جيجا، وبالمناسبة لو انت معاك ايفون او جهاز اندرويد بس الكاميرا بتاعته عالية، ممكن فيديو 5 دقايق تلاقي المساحة عاملة 4 جيجا. الموبايلات دلوقتي بتصور يا جماعة بال 4K. المهم موضوعنا ان احنا ازاي نضغط المساحة دي مع حرفيا الحفاظ على الجودة، كمان حل مشاكل كل الفيديوهات. بمعنى في فيديوهات خصوصا متصورة من ايفون تيجي تشغلها كده الفيديو ما بيشتغلش، يعني انا هيشتغل عندي طبعا طبقا لوجود برامج وامكانيات معينة، انما وادي كمان طالب اداة كده معينة 8-9 جنيه، تمام؟ ممكن تقول له جيتت وده موضوع تاني خالص وهنزلها. طب انا عايز احل كل المشاكل، سواء كانت مساحة، سواء كان تشغيل الفيديو، سواء اي حاجة من الحاجات دي، انا عاوز احل مشكلة. كمان مشاكل التزامن، بمعنى ان الفيديو الكلام قبل الصورة او الصورة قبل الكلام. طيب حل كل كوكتيل المشاكل ده في ايه؟ في اداة واحدة بس، بسيطة جدا 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 جدا. هنتعلم حل كل مشاكل بالأداة دي. الخطوات، أول حاجة زي ما متعودين مع بعضنا، تعال نحمل الأداة. والأداة بتاعتنا اسمها هاند بريك. الأداة سهلة، الأداة بسيطة، وأنا أديني مشغلها في الباك جراوند أدي، تمام. الأداة سريعة جدا، حليت بيها مشاكل أكتر من فيديو، وممكن أوريكم النتائج على الأربع فيديوهات اللي أنا عملتهم دول. ممكن نقفل، تمام، قاعدة دي على ما تخلص نكون حملناها، وهوريك برضو تجربة بسيطة عملية. فلنفرض الأربع فيديوهات دول هم اللي أنا اشتغلت عليهم، أوكي؟ هنا الفيديوهات اتحولوا، بس ده اللي لسه بيحمل. طبعا الفيديو بيجين بفور، تمام. لو شغلنا كده هنلاقي الجودة بتاعته شغالة كويس جدا. هنكتم الصوت، تمام. تعال نشغل الفيديو مع بعضنا. الجودة كويس. تعال نشوف جودة المصدر برضو علشان تطمنوا بنفسكم. ادي والمساحة 121 ميجا، وانا مخليه كمان الجودة تكون اعلى. تعال نشوفوا مين في دول، احنا نعرفه من خلال المدة بتاعته. ده المدة الزمنية بتاعته 3 دقايق 55 ثانية، اللي هو يا جماعة غالبا هيكون الفيديو ده فعلا 3 دقايق 55 ثانية. هو ده كلوز. الفيديو اصلا مش عاوز يشتغل، كان فيه مشكله في التزامن، كل المشاكل دي اتحلت. لا مش بس كده، الفيديو دوت مساحته 335 ميجا، نزل لمساحه 121. لا وفي ضغط اقوى من كده، واحنا بنتكلم ضغطنا بتاع ربع جيجا، وفي ضغط اقوى من كده، وكمان بالحفاظ على المساحه. تعال نشوف فيديو زي دويته مع بعضينا. الفيديو دقيقتين 35 ثانيه، اعتقد الصوره واضحه جدا، شرح كده عامله الموضوع عن الايفون، تمام. ادينا ملاحظين جودة الفيديو، كل حاجة تمام، اوكي. مساحة الفيديو 91 ميجا بس. تعالى 235 هو الفيديو ده بس. طبعا لو شفنا مساحة الفيديو زي ما احنا شايفين، الفيديو مساحته 224 بجي 90 ميجا، يعني بنتكلم في بتاع 130 ميجا وفرناهم، اكتر من النص بالظبط، يعني بيضغط بنسبة اكبر من 50%. يعني وفعلا جربت اعمل على فيديو كان 4K بمساحة 10 جيجا، حرفيا يا جماعة مع الحفاظ على الجودة الفيديو نزل غالبا ل 2 جيجا من 10 جيجا. طبعا هعلمك فنيات الضغط والتركات بتاعة البرنامج، اوكي. دلوقتي ادي قدامنا الاربع فيديوهات انتهوا، ده الفيديو الثالث لو شفناه، اوكي. طبعا واضح ان الجودة كويسة جدا جدا جدا، تمام. ده كمان ده انت ممكن تعلم من الجودة داخل البرنامج، اوكي. هعمل معاكم بقى المثال العملي رقم 55 ده، همسح دول خالص كده، قدرنا نوفر مساحة ونفضل ريسايكل بن. طيب تعالى بقى نشرح البرنامج بكل بساطة، اللي هو هاند بريك. هنقفله كده وندخل على المتصفح بتاعنا ونفتح جوجل ونسرش عليه. هتكتب في شريط السيرش هاند، ادي هاند البرنامج مشهور، ادي هاند بريك، تمام. هتدخل على الموقع الرسمي بتاعه، بعدين تقول له داونلود هاند بريك، اوكي. هنا فايل نيم، ودي مساحته، ودي البي جي بي. المهم بدات عمليه التحميل فوق، انا هقفله لان نزلته قبل كده، او نسيب عمليه الانستول تكمل.
علشان انا هعمل له دلوقتي انستول ادي، تعال نعمل له انستول عن طريق الترا ايزو سوري انستورر. على فكره الابلكيشن اللي هلغي بيه التثبيت دويتي برنامج حرفيا عبقري للكمبيوتر، هلغي التثبيت ويمسح له كل المخلفات بتاعه البرنامج وكل فايلات الريجستري علشان الكمبيوتر يسرع. لو عاوز تتعرف على البرنامج اللي بلغي بيه التثبيت دويتي عملت ليه حلقتين على القناه، حلقه ازاي تحمله وتتعامل معاه وحلقه ازاي تشتغل عليه وتلغي بيه التثبيت. اوكي لغينا الانستول ادي البرنامج عبقري بيلغي كل حاجه من تلقاء نفسه، ولا وكمان دلوقتي مسح له كل الداتا بتاعته من الكمبيوتر. تمام كده ده بيساعد الكمبيوتر بتاعك يكون سريع جدا. اوكي ادي مساحه لي 68 ميجا وده عدد الفايلات الريجستري 7 عشان دي بتتاج الكمبيوتر جدا لو لغيت التثبيت بالطريقه العاديه وقعدت. تعالى نعمل اوبن فايل ادي شكل البرنامج. طريقه التثبيت عاديه جدا جدا جدا، بتضغط عليه ضغطتين يس نيكست نيكست المكان اللي هينزل فيه البرنامج. اوكي هقول له انستول، نزل البرنامج وكويس ان انا لغيت تثبيته ونزلته علشان يكون معانا احدث اصدار. هنا علامه الصح دي اللي هو يعمل لك ايه كرييت ايقونه على الديسك توب. طبعا لو عايز تخلي شكل الديسك توب بالشكل اللي انت شايفه ده برضو تلاقي حلقه تظهر لك في علامه الاي اللي فوق. ادي هاند بريك بس احطها في فايل بروجرام عشان انا مقسمهم هنا كل او الاداه اللي انا عاملها الكمبيوتر هي اللي مقسمها لي كل حاجه. هنا ما يقول لي to run this application you must install NAT desktop runtime 6.64 would you like to download؟ قول له yes. اوكي عادي جدا، هو محتاج نت داونلود نت الاصدار السادس. اوكي هننزل كده طبعا على حسب الكمبيوتر بتاعك، هنا ديسكتوب ولا كونسول اب ولا سيرفر، لا انا ديسكتوب وعايزه باصدار 64. بمجرد ما اضغط عليها هنا وبدأت عملية التحميل تلقائي، المساحة بسيطة يعني 54 ميجا، هسيبه لما ينزل وارجع لكم. كويس المشكلة دي جابلتنا ادينا حلناها مع بعضينا في الشرح. اوكي وعلى فكرة ده مش مضر، بالعكس ده بيسرع البرامج دي بتسرع من اداء البرامج اللي عندك. اوكي هنا هندخل على شو داونلود بيك اوكي عشان نتابع عملية الداونلود. اوكي طبعا البرنامج يا جماعه حرفيا بسيط جدا 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 فوق مما تتخيلوا. يعني بص انت بتضيف البرنامج كمان بيتاح لك التحكم في الصوت بتاع البرنامج، يعني ازاي تتحكم في الصوتيات داخل قوه الصوت بتاعك والتردد الريزولوشن الدقه اتش دي 4 اتش دي 720 4K كل الحاجات دي البرنامج بيتاح لك التحكم فيها، ففعلا برنامج عبقري. تمام هنسيب عملية الداونلود تكمل، وأول ما تنتهي عملية الداونلود هرجع لكم على طول. وبالمناسبة ما تنسيش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي بنعملها. تمام وزي ما احنا شايفين خلاص زي ما انت شايف كده خلاص البرنامج اكتمل. اوكي تعالى بقى نثبت ويندوز ديسكتوب راين تايم، هقول له شو ان فولدر ادي شكل الأداة. اوكي هقول له اعمل لي انستول بعدين ياس عمل انستول على طول. عمليه الانستول مش بتحتاج النت على فكره لان هي نازله كامله مش بروجرام. تمام كلوز اثبتت معايا هنا علشان غالبا فتحتها مرتين فهقول له كلوز خلاص وافتح البرنامج بتاعي. وزي ما انت ملاحظ البرنامج حمل وفتح معايا بالواجهه العبقريه. الموضوع بسيط بسيط جدا، بيقول له دروب يعني اسقط الفايل اللي انت عايز تعمل له الفيديو اللي عايز تشتغل عليه. اوكي الفيديو ده اللي انا عايز اشتغل عليه. تمام ادي عمل شويه تحميل كده سحب لي الفيديو عنده. الفيديو دي لقطات بيجيب لي 10 لقطات بصراحه من داخل الفيديو. تمام هنا الحاجه اللي انت عاوزها انت تسيبها 1080. تمام اول حاجه تروح عليها يا جماعه اللي هي الفيديو اعدادات الفيديو نفسها وتخليها كونستنت فريم علشان ايه جدع دي بتخليك الفيديو لو في تزامن بين الصوت والصوره ده بيظبط لك الدنيا بالظبط. بعدين تخلي الفريمات انا بخليها على 60 لان انا بصور ب 60 فريم. هتقول انا مش عارف الفيديو بتاعي كام فريم، الموضوع بسيط جدا. هتروح على الفيديو بتاعك ادي الفيديو بتاعي اهو واقول له كليك يمين بعدين بروبرتس. تمام بعدين اروح على تيدلز هلاقي الفريم ريت 58 وكسر خلاص يبقى 60 فريم. اوكي يعني الاقرب هتلاقيه 60 فريم. هتاني جايب لك كسر عند 59 لا انت خليك 60 وثبت الفريمات على 60 فريم في الثانيه. هنا بقى ممكن تجيب كده تنزل وكده تعلي لو كواليتي وهاي كواليتي، ممكن تخليها عند 12 كويس على فكره على حسب يعني خليها عند 16 ونص. اوكي
بعدين اوديو خليه بقى درجه السخنه بتاعتك 448 هتكون معاك حلوه جدا جدا. بعدين هنا براوزر المكان اللي تحافظ فيه هقول له احفظ لي على الديسكتوب. بعدين هنروح هام كوبي واخليها رقم 55 واقول له سيف. بعدين اقول له ستارت. تمام هيبدا يعمل لي ران تحت زي ما احنا شايفين كده. ادي البرنامج لحد ما سريع وصل 12%، وهنا بيكتب لي المده المستغرقه والمده المتوقعه 22 ثانيه، وهنا في 12 13 بيعد و 19 كل حاجه ماشيه تمام. بس ده كان موضوع النهارده. تعال نشوف مساحه الفيديو ده الى جانب طبعا كل مشاكل فيه 22 ميجا و 9. اوكي طبعا ده حاجات صغيره جدا، بس انت هتجرب كده عاد على الفيديوهات تجي اللي عندك وان شاء الله تتباهر بالنتيجه. علشان بقى تقلل الفيديو مش عاوز يفتح، وعلشان تفتح محتاج حوار كوك تايم ليانر، ولو الكمبيوتر بتاعك ضعيف هيكون صعب جدا جدا يفتح، ممكن يهنج. ادينا شغلنا كمان صعب يفتح، ادينا نشوف مبدئيا، وفي الغالب هيشتغل صوت بس، يعني الحوارات فيه كتيره جدا الموضوع ده. خلاص احنا نقفله، روح الفيديو بتاعنا خلاص تخرج هويتي. اوكي اعتقد يعني ملاحظين الجوده، الجوده محترمه جدا 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 تمام. مش بس كده مساحته بقت 18 ميجا. عارف الضغط ما كانش جوه خصوصا من رفعت من الجوده، بس زي ما قلنا دي فيديوهات بسيطه فعلا. شوف الفرق على الفيديوهات اللي هي بالجيجا بايت، الضغط هيكون بنسبه اكتر من 50% بكتير. بس دي كانت حلقه النهارده. اوعى تخرج من الفيديو غير لما تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات بتاعتي. شكرا خالص لمشاهدتكم.